الكومبلمنتري انجلز، وهنا بيقول تو انجلز ار سيد تو بي كومبلمنتري اف ذا سميشن اوف ذير ميجرز از 90 ديجري. يعني انتم اذا انتم لقيتوا مثلا عندكم تو انجلز، جيتوا تجيبوا السميشن بتاعهم مجموعهم، فكان مثلا في انجل فيهم 30 ديجري والتانية 60 ديجري، فلما تجمع ال 30 مع ال 60 هيدينا 90 ديجري. إذا كانوا الاتنين مجموعهم 90 ديجري بيسموهم complementary angle، complementary angle ده لو ما كان مجموع الزاويتين 90 ديجري. يعني هنا for example the two angles، the two angles whose measure are 55 degree and 35 degree are called two complementary angles. ليه بيسموهم complementary angles؟ because 55 plus 35 equal 90 degree. يبقى انت على طول ساعة ما تجمعوا الزاويتين مثلا وتلاقوا ان هما المجموع بتاعهم 90 degree بيسموهم complementary angle. في بعض الماركس هنا بيقول the two complementary angles are either acute angles or one of them is zero angle and the other is the right angle. تمام؟ الو؟ مع حضرتك. طيب question number two، صوب يقطع ولا حاجة؟ لا خالص. طيب the complement of the same angle or the equal angles in measure are equal in measure. يعني ازاي بيسموا، يعني ايه the complement of the same angle؟ اللي هي بيسموها متممة الزاوية، متممة الزاوية. يعني ازاي؟ انا هقول لكم هنا بيقول the complement of the same angle or the equal angles in measure are equal in measure. يعني ازاي؟ if ال A if angle A complement angle B، يعني بتتمم B. يعني ايه بتتمم B؟ يعني بافتراضا مثلا ان كانت B افتراضا 30، فالمتممة بتاعتها تمام هتكون 60. تمام؟ and C complement B والسي كومبلمنت بي. يعني الاي كومبلمنت بي والسي كومبلمنت بي، تمام؟ ده استنتج منه ان السي ايكوال الاي. تمام؟ يعني ايه كومبلمنت بي؟ دي معناها ان هي بتخليها الاثنين يكون مجموعهم 90، يكون مجموعهم ايه؟ 90. يعني اف انجل اي كومبلمنت انجل بي اند انجل سي كومبلمنت انجل بي برضه، زين ميجر اوف انجل اي ايكوال ميجر اوف انجل سي. هو انتوا في حد جه لغات معاكم جديد؟ لا بس انتوا صح، لان في حد هنا في ايوه احنا ثلاثة بس طيب مش مكفين. لا ده هو في حد مش عارف اسمه مصطفى كده، ده عايز يدخل يعني، فموجود في الويتنج. شكله دخل بالغلط. ماشي، ما انا خربت، ما انا عشان كده انا بسأل. طيب نروح للسبلمنتري انجل. طب احنا دلوقتي عرفنا الكومبلمنتري انجل معناهم ان لما انت يكون عندكم تو انجلز، التو انجلز دولت لما اجمعهم يدينا 90، فبسميهم كومبلمنتري انجل. طب السبلمنتري انجل، فبيقول لك التو انجلز ار سيد تو بي سبلمنتري اف ذا سميشن اوف ذير ميجر از 180 ديجري، لما يكون بقى المجموع بتاعهم 180 ديجري. اوكي 180، يبقى انتوا دلوقتي لما يكون مجموعهم 90 ديجري يبقى كومبلمنتري، طب لما يكون مجموعهم 180 يبقى سبلمنتري. تمام؟ فور اكزامبل ذا تو انجلز هوز ميجر ار 143 اند 37 دي ودي ار كولد تو سبلمنتري انجلز، بيكوز لما نيجي نعمل لهم سميشن نجيب السميشن بتاعهم اللي هو ال 143 بلس 37 equal 180. فلازم نكون عارفين المسميات دي، يعني دي معناها ايه ودي معناها ايه وهكذا. طيب هنا بيقول try by yourself. احنا خدنا امبارح types of angles، لو انتوا كنتوا فاكرين في zero angle وفي ال obtuse angle وفي ال acute angle وفي ال right angle. هو try by yourself قبل ال supplementary؟ لا بعدها ولا ايه؟ بعدها؟ احنا عندنا ايوه بعد ال supplementary angle. تمام؟ ف
في بعدها تراي واحنا بروتين. خدنا السبلمنتري. اه خدناها دلوقتي حالا. عيتها تاني؟ انت نايمة ولا ايه؟ لا لا، عيتها؟ عشان اعمل بس هايلايت. طيب احنا هنا قلنا السبلمنتري لما يكون السمشن اوف ذا تو انجلز 180 تمام؟ 180 180 اي بسميهم سبلمنتري، ان لما يكون مجموعهم 90 بسميهم كومبلمنتري. اوكي؟ اه طيب تراي باي يور سيلف، ركزوا بقى في تراي. انا قلت لكم امبارح احنا خدنا التايبس اوف احنا انجلز عندنا غيرها، مختلفة. عندنا واحدة غير نرفع ايه. مش عارف، اصل انا معايا اللي موجود، النسخة اللي معايا نسخة يمكن قديمة شوية. النسخة اه عشان كده. النسخة اللي معايا، بس هتلاقيها هي نفس المحتوى يعني، مش هتلاقي لا شبيهة بس أرقام لا، مختلفة. غيرها غيرها تمام. عندكوا ايه؟ ذا تو ده اوت. انجل، خلي نور تصور لحضرتك. لا لا، اسمها ايه طيب؟ طيب هقول ذا انجل اللي هي كومبليت كومبليت. هي بصي، في حاجة، الكتاب اللي معايا موجود في حد اسمه جودي معاكم برضو؟ لا طيب لا، جودي عربي. طيب الكتاب اللي معايا، فيه كومبليت، بس النسخة اللي انا منزلها البي دي اف اللي احنا بنشرح منها دلوقتي دي يمكن قديمة شوية. طيب انا معاكم في الكومبليت اهوت يا شباب. Complete the following. في موجود the angle whose measure is 75 complement an angle of measure نقط. complement يعني بتخليها 90 صح؟ ايوه طبعا احنا قلنا دلوقتي number one بيقول the angle whose measure is 75 complement an angle of measure كام؟ complementary يعني ايه؟ يعني بيكونوا 90 ولا 180؟ كومبليمنت يبقى 90. كومبليمنت يعني 90 صح؟ هو هنا بيقول ماينتي تمام؟ هنا بيقول ذا انجل هوز ميجر اس 75 كومبليمنت ان انجل اوف ميجر كام بقى؟ يعني عشان اخليها 90 75 فاضل لها كام عشان توصل لل 90؟ ايه اللي عرف؟ لا يعني هو 75 فاضل لها كام عشان تبقى 90؟ 76. يا راجل يعني 90، تقولي 90 ماينس 75 هتكون كام؟ 15 15. صح؟ اكتب 15 ما هي الصعبة. يعني هنكتب اكتب في النقط. 15 تمام؟ اوكي تمام. بعد كده اوكي and supplement an angle of measure كام بقى؟ and supplements an angle of measure كام؟ سبلمنتري احنا عارفين ان هي بتكون 180 تمام، فعشان اجيب الزاويه دي بتكمل كام الزاويه كام تمام عشان يكونوا 180، فتقول 180 ماينس 75 اللي هي ال 105 تمام، في السكند سبيس اللي عندكم اللي هي النقطه. المفروض نعمل ايه؟ عيتها تاني بالله عليكم، يعني ركزوا معايا شوية، لأن بحس أنا بشرح وساعات أنتوا أصلا في حاجات أنتوا بتقولوا أنت شرحتها أصلا. طيب هنا إحنا قلنا دلوقتي في الجزء اللي فات في كومبلمنتري أنجل وفي سبلمنتري أنجل صح؟ ايوه الكومبلمنتري أنجل لما يكون السميشن أوف تو أنجلز إز 90 ده كومبلمنتري أنجل صح؟ يعني ايوه المجموع الاثنين ب 90 ديجري بيسموهم كومبلمنتري تمام. تمام. فلما اقول لك مثلا بافتراض ان ذا انجل هوز ميجر از 60 ديجري، لو انت عندك زاويه 60 ديجري كومبلمنت. انا فاهم الحتة دي. طيب لحظه واحده، كومبلمنت ان انجل اوف اتفضل. ميجر كام؟ يعني ال 60 دي بتكمل زاويه قياسها كام؟ فكومبلمنت ان انجل اوف ميجر كام؟ فتقولي لي 30، لان عشان تبقى 30 ترجع. ايوه و 60 ايكوال 90 ديجري تمام. بس لما يجي ايوه يقول مثلا اند سبلمنتس ان انجل اوف ميجر سبلمنتري، احنا خدناها اللي هي لما يكون السبمشن اوف التو انجلز تمام 180. طب هنا بيقول ايوه اند سبلمنتس ان انجل اوف ميجر كام بقى؟ احنا قلنا الانجل الاولى 30 صح؟
ايوه الشيرت دي بتكمل زاوية كام عشان يبقوا 180؟ هيكون فاضل لها كام؟ 150. ايوه عشان 150 بلس 30 ايكوال 180. تمام تمام؟ تمام طيب كويتشن نمبر 2. كويتشن نمبر لا 2 يا استاذ طب كوتش نمبر 1 كانت تاني واحدة فيها ايه؟ احنا قلناها والله. طب 105 يعني هو اوكي شكرا. كوتش نمبر 1 بيقول ذا انجل هو از ميجر 75 كومبلمنت ان انجل اوف 75 ميجر 15. اوكي اند اوكي سبلمنتس ان انجل اوف ميجر 105 عشان 105 بلس 75 ايكوال 180. اوكي اوكي طيب كويتشن نمبر يا مستر كويتشن نمبر 2 بيقول ذا انجل هوز ميجر از نوت كومبلمنت ان انجل اوف ميجر 67. 75 ما انت هتقولي بقى دلوقتي، بص لحظه، انت هتقولي 90 ماينس 67 يبقى كده ايه؟ 9 23. 23 اوكي طيب اند سبلمنتس ان انجل اوف ميجر كام؟ طب سبلمنت يعني 180 180 صح؟ 180. فانت قولي له هنا 180 ماينس، طب احنا شغالين دلوقتي، بص بس، ماينس 23، لان هو اي بيتكلم عن 1 اللي هي 23. هي 100 لحظة 100 ماينس 23 ايكوال 157. اي 157 ماشي. طيب اللي بعدها the angle whose measure is not complement an angle of measure not، ركزوا بقى لان احنا هنحل السؤال من الاخر، اخر حاجه دي اللي هتبين لي الحل او هتساعدني في الحل. تمام the تمام angle whose measure is space complement an angle of measure space، وكاتب لي and supplement an angle of measure 154. هو ايه الانجل الثانيه اللي سبلمنت ان انجل اوف ميجر 154؟ فتقول له 180 ماينس ال 154 يدينا اي ايه؟ 20 ايه؟ 26. اكتبها في اول واحده ولا لا تاني في واحده؟ الثانيه، احنا هنحل من الاخر. 26 تمام. طيب ايه الزاويه، ايه الانجل اللي لما اعمل لها اديشن مع 26 تدينا 90 عشان تبقى كومبلمنتري؟ تمام، فهتقولي له ايه؟ 90 ماينس 26 هيدينا ايه؟ 64. 64 اوكي. يعني احنا دلوقتي حلينا المساله من 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 اخر حاجه، يعني اخر حاجه احنا عرفنا ان الانجل الاخيره 154. طيب الانجل اللي بتكون سبلمنتري معاها، تمام، اللي هي الايه؟ 26 صح؟ 26 ايوه، هنكتب في الفراغ الثاني 26. طب الفراغ الاول هعمل ايه؟ قال له 90 ماينس 26 ايكوال 64. ايوه تمام؟ بالتالي تمام الجزء اللي عندي ده مختلف اصلا عن اللي عندكم خالص. تمام؟ لان اللي عندكم ذا تو ادجسنت سبلمنتري انجلز صح؟ ايوه يعني طيب هو نفسه، بس هو المسمى، هو المفروض ذا تو ادجسنت سبلمنتري انجل. تمام، بدل العنوان ده ذا تو ادجسنت سبلمنتري انجل، مظبوط. هنا اف بول اف تو ادجسنت انجلز ار سبلمنتري، احنا عرفنا سبلمنتري 180 مجموعهم 180 ولا 90؟ supplementary يبقى 180 180 then their outer are on the same. تمام او اللي عندكم انا هقرا من اللي عندكم، سيبوكم من الكلام ده. هنا بيقول two adjacent angle formed by a straight line and array with a starting point on this straight line are supplementary angle. يعني بصوا هنا شويه، ركزوا تاني عشان انا اشرحها من اللي موجود عندي على الرسم. هنا بيقول تو ادجسنت انجل، ادجسنت انجل يعني زاويتين جنب بعض، احنا خدناهم الحصه اللي فاتت صح؟ متجاورتين يعني.
فورمد باي ستريت لاين، فورمد باي ستريت لاين. طب احنا عندنا ستريت لاين اهوت، تمام. اند ذا ري ويز ستارتنج بوينت اون ذيس ستريت لاين، وعندنا ري اهو، تمام. الري ده الستارتنج بوينت، تمام، موجود على الستريت لاين. ار سبلمنتري، يعني السمشن بتوع التو انجلز دول بيكونوا ايه؟ سبلمنتري، يعني 180، لما يكونوا متجاورتين وعلى نفس الستريت لاين كده يا شباب بيكونوا سبلمنتري انجل. يعني ديت 130، انا عارف اللي جنبها على طول هنا 50. طيب افتراضا مثلا ان ديت 120، ومثلا عايز اللي جنبها هنا دي، هتكون كام؟ هتكون 60، لان انا عارف ان الاثنين دولت ار سبلمنتري. ها مفهومه دي ولا مش مفهومه؟ مش مفهومه؟ مفهومة يا مستر. لا طيب بصوا هنا، لو احنا عندنا، بصوا هنا يا شباب هشرحها تاني. لو احنا عندنا ستريت لاين، حلو، حلو، طيب، وعندنا برضو ري، شعاع ري من هنا، بس الري ده الستارتنج بوينت بتاعته اللي هي دي، هي موجودة على الستريت لاين، حلو. ها دي ايوه الستارتنج بوينت بتاع الري. في تو انجلز هنا صح، دي والانجل التانية اللي هي دي صح، صح. دول بيسموهم تو ادجسنت انجل، زاويتين متجاورتين، تو ادجسنت انجل، تمام. فهو بيقول لي تو ادجسنت انجل دول بيكونوا سبلمنتري، مجموعهم 180، تمام. يعني مثلا ديت لو 150، لو دي 150 تبقى ديت قد ايه؟ 30. ليه؟ عشان يكون 30 بلس 150 180، 108 مفهومه؟ تمام. طيب حتى لو كان، طيب افرض مثلا يا مستر جاب لنا كده، جاب لنا مثلا كمان ري هنا، فبقى بدل ما هو كانوا تو انجلز بقوا كام؟ 1 3 انجل 2 3. ال 3 دول برضه السمشن بتاعهم 180، السمشن بتاعهم 180. طب لو جاب لي أربعة جنب بعض برضه 180، اوكي. اوكي طيب تعالوا نشوف اوكي الـ نشوف التراي اللي فوق. تقريبا التراي اللي فوق دي اصلا هي المفروض تكون تبع السؤال اللي تحت. عندي عندكم هنا موجودة بنفس الارقام، حتى تراي باي يور سيلف، اقلبوا الصفحة اللي هي صفحة 100، ايوه تمام. موجود طيب هنا بيقول 104 يا بنات. ممكن يكون بس عند الترتيب مختلف، انتوا عندكم اكيد النسخه الجديده. In each of the following figures، تمام، if ال M belong to AB، ال M belong to AB، ال M موجوده على ال AB، على ال straight line AB، then find the measure of the angle marked by question mark. يعني هنا عايزين ال angle اللي هي موجوده هنا DMB، هو عايز دي ام بي، دي ام بي اللي هي موجوده عليها اصلا كوتشن مارك. طيب مش احنا قلنا لحظة. ان دول تو ادجسنت انجل؟ ايوه يعني 50 ماينس 180، لا العكس، يعني 180 ماينس 50 ايوه قصدي كده، اللي هي هتكون 130، مظبوط. ايوه طيب اللي بعدها، برافو. اللي بعدها اللي بعده AMC، اي ام سي اللي هي دي. طيب ديت 110 وديت 35، عايزين الانجل دي. طبعا انا قلت لكم ان السميشن بتوع الانجلز دول كلهم 180، ماليش دعوه هم كام واحده، بس اهم حاجه ان هم يكونوا ادجسنت انجلز جنب بعض. 35 يا مستر، هيكون كام؟ 35، لان 100 اجمع اول حاجه هجيب السميشن بتاع ال 110 ال 35 اللي هي هتكون 145. 45. بعد بعدين كده اقول له انا صراحة 180 ماينس كام؟ من ال minus 145، 45 تمام. مالك تمام امور معايا؟ يا مستر، حضرتك سهل صح؟ ايوه سهل جدا، طيب الحمد لله. ايوه طيب نروح للي بعدها. اللي بعدها عندي كام انجلز موجودة؟ ها نبدأ نشوف كام ري انجلز.
هنا 3 بس دي مش موجوده. لا موجوده ده ديت لما يعمل لي العلامه دي معناها ان ديت 90 رايت انجل. لما عارف انتوا عارفين طبعا لما يعمل العلامه دي معناها ان دي رايت انجل. شايفين اه العلامه دي معناها ان يعني ديت رايت انجل اللي هي 90 ديجري. اوكي اوكي تمام. طيب ديت 90 ديجري وعندي اصلا في انجل تانية 45 وعايز اللي في النص. تمام فتقول له ال 45 بلس ال 90 تمام هيدينا 135. 135 طب انا عارف ان كلهم 180. تقول له 100 45 ماينس 45 135 يدينا 45 يبقى الانجل دي 45. باي. تمام تمام طيب جميل جدا. تمام نروح للجزء اللي بعده. الجزء اللي بعده عندكم the two outer sides of two adjacent angles صح؟ صح. ثواني كده ما اشوف هو مبدلهم اصلا عندي ولا لا. ماشي نشوف هنا. هنا بيقول the two outer sides of two adjacent angles تمام. if two adjacent angles are supplementary يعني هو دلوقتي بيقول ايه؟ ان ال adjacent angles ديت اللي عندي supplementary. اوكي يعني exactly هما supplementary يعني مش بيقول لك مثلا supplementary يعني انت دلوقتي هو بيقول لك ان الاثنين اللي عندي دولت لما تيجي تعملي الاديشن بينهم هيطلع 180 then their outer side are on the same straight line then their outer sides are on the same straight line. يعني هو قصده ايه بقى؟ تعال نشوف هنا in the opposite figure. in the opposite figure الكلام اللي انا هقوله دلوقتي هيوضح اللي فوق تمام. بيقول هنا مثلا if measure of angle AMB ديت 50 degree اوكي and the measure of angle BMC 130 تمام. يبقى احنا دلوقتي اللي انا تمام اعرفه ان measure of angle اللي انا دلوقتي استنتجته ان measure of angle AMB اللي هي 50 plus measure of angle BMC اللي هي 130 equal 180. طيب انا استنتج ايه اللي انا ممكن استنتجه من هنا؟ ايه اللي هيفيدني؟ ده معناه زين ميجر زين زين هو قصده زين انجل اي ام سي. اي ام سي شايفينها؟ اي ام سي ده ستريت انجل مش دي كلها واحده مش دي كلها 180 يعني الانجل اللي هي اي ام سي اللي هو الستريت لاين ده ستريت انجل صح؟ طب انا استنتج ايه؟ استنتج ان الام اي ذا راي ام اي اند ذا راي ام سي ار اون ذا سيم ستريت لاين يعني على نفس الستريت لاين. طب امتى يكون عندي مثلا تو ريز اون ذا سيم ستريت لاين؟ لما يكون الميجر بتاع الانجلز اللي موجود عندي 180 سبلمنتري يعني جايب لي العكس. العكس ازاي؟ يعني مثلا انا في البدايه حليت قلت مثلا لو كانت عند ستريت لاين وعند ري والري ده الستارتنج بوينت اون ذا ستريت لاين فانا عارف ان خلاص ان الانجلز دولت سبلمنتري. طب هنا لما يقول لي الانجل اصلا سبلمنتري استفاد ان التو ريز اللي عندي ار اون ذا سيم ستريت لاين على نفس الستريت لاين. ساعات بيقول لها مثلا بيستخدمها في البروف مثلا ولا بروف ذات كذا تمام. انتوا عندكم حتى يمكن موضحه اكتر في الكتاب عندكم في جايب لي تو فيجرز صح شكليا صح؟ في الكتاب عندكم جايب لي تو فيجرز ايوه جايب لي تو فيجرز يعني شكل مش شكل واحد بس يعني جايب لكم ال 130 وال 50 اللي احنا خدناها دلوقتي تمام؟ تمام؟ هو تمام السؤال اللي بيجي على المسألة دي بيقول لي بروف ذات كذا بروف ذات كذا. طيب مثلا الفيجر الثاني السكند فيجر بيقول لي ان ذا فولوينج فيجر جايب لي في انجل فيهم 141 والثانية 38 صح؟ ايوه فده لما تيجي تجمع ال 141 بلس 38 هيطلع 179 صح؟ صح
طيب 179 يعني ما وصلتش لل 180، اه استفاد من ايه؟ استفاد ان الاكس واي اند الواي ال ار نوت اون ذا سيم ستريت لاين، ما هماش على نفس الستريت لاين، لان هيكون في يعني انتوا يعني ملاحظين هي امتى تكون ده ستريت لاين، ده امتى يكون ستريت لاين؟ لما يكون ميجر اوف انجل اي ام سي ب 180. طب ما هيش 180، فطبعا ده مش هيكون ستريت لاين، وبالتالي فان اكس واي اند واي ال ار نوت اون ذا ستريت لاين، ما هماش على نفس الستريت لاين. اوكي، اوكي يعني انا دلوقتي امتى اقول له مثلا ان انت عندك تو ريز ار اون ذا سيم ستريت لاين؟ لما تيجي تجمع الانجلز اللي موجوده ويطلع 180. ويطلع 108 غير كده لا، يبقى لو ما طلبوش 180 تقول له ار نوت اون ذا سيم ستريت لاين، ما هماش على نفس الستريت لاين. تمام، تمام. هنا بقول اف يا تو، ريمارك بينفع؟ هو نفس الشرح اللي انا هو جايب لك الريمارك، بس الثانيه دي عندكم. هنا الريمارك الاولى اف تو ادسنت انجل ار نوت سبلمنتري، يعني لو ما كانوش سبلمنتري يعني ما هماش نوت ايكوال، كانوا نوت ايكوال 180 تمام، زين زير اوتر سايد ار نوت اون ذا سيم ستريت لاين، ده اللي قلناه فوق. أيوة. تمام، الريمارك هنا اللي تحت لما تيجي تقول لي الانجل دي بلس الانجل دي بلس الانجل دي طلعت 180، وبالتالي فبيكون التو ريز اللي هو البي اي والبي سي اون ذا سيم ستريت لاين، على نفس الستريت لاين. اوكي، جايب لكم بعد كده عندكم نفس الحكايه، فور اكزامبل هتلاقوه موجود عندكم. Example. فور اكزامبل ان ذا اوبزيت فيجر، جايب لي الشكل نحن هنا، مش عندنا فور اكزامبل، لا جايب لكم فور اكزامبل في اخر الصفحه خالص. نحله. طب نحله، مش جايب لك فور اكزامبل يعني توضيح كده؟ لا مش توضيح، اللي هي اكزامبل نحله، تراي يعني تراي باي يور سيلف. لا مش try by yourself، اكزامبل نحله. وي انت نفس الاكزامبل اللي حضرتك عندك في الكتاب يا مستر. ايوه عادي جدا. هو نفسه صح؟ ايوه اهو اهو اكزامبل ايوه 2 تحت الريمارك. ماشي. كنت نعم جمانة جمانة، نعم المستر بيحل معانا الاكزامبل وتشوب سيلف احنا اللي بنحله. اهي هي دي الاكزامبل يعني. طيب انا هديكم حاجات، ما دام في حاجات هنا زياده، ما دام في حاجات زياده مفيش مشكله، الحاجات اللي فوق هتوضح لكم اكتر كمان قبل ما ناخد الاكزامبل اللي تحت. اوكي هنا بيقول ان ذا اوبزيت فيجر، ركزوا معايا، ان ذا اوبزيت فيجر ميجر اوف انجل بي اي دي 35، ده 35 ودي 100 ودي 45، امتى يطلع الاي بي والاي سي ار اون ذا سيم ستريت لاين؟ لو جمعت دولك كلهم لجوت السمشن بتاعهم طلع 180، هم فعلا 180. استنتج ايه؟ استنتج ان البي اي اند الاي سي اون ذا سيم ستريت لاين. طيب الاكزامبل اللي عندكم قبل ما الحصه تخلص، تمام ركزوا هنا، اكزامبل نمبر 2 بيقول اون ذا اوبزيت فيجر، طبعا ده عندكم موجود صح؟ ايوه اف ميجر اوف عندنا. انجل اي سي دي ايكوال 30، ده 30 ميجر اوف انجل اي سي دي ايكوال 50 ميجر اوف انجل دي سي اي، شايفين دي سي اي ايكوال دبل اوف ميجر اوف انجل اي سي بي، اي سي بي يعني دي الدبل بتاعها توايس يعني. بص الاي الدي سي اي equal twice of 100. E، ايوه بالظبط كده انا هكون 100 مظبوط. اي طيب هنا بيقول state was giving the reason if CA CA and CB are on the straight line or not. طب لا يحدد الانجلز دي لما اجمعهم اقول له 30 بلس 100 بلس 50، اذا بلس طلع 50 والله اذا طلع والله 180 يبقى R on the same straight line صح؟ طلع طلع بالظبط كده، يعني احنا هنقول له هنا ايه؟ measure of angle، measure of angle A C B A A
A C D plus measure of angle D C E plus measure of angle E C B. تمام؟ يعني 30 plus 100 plus 50 equal 180. تمام؟ وبالتالي فإن إيه؟ وبالتالي فإن C A and C B are on the same straight line. طب افرض ما كانش طلع 180 يبقى R not on the same straight line. اوكي؟ try دي واجب عندكم. اوكي؟ try واجب. بس قبل ما ننهي الحصة الستارز اللي عاملها دي شايفينها؟ ايوه. الستارز دي معناها ايه؟ طبعا دي نفس الاكزامبل التراي اللي عندكم صح؟ هي تقريبا. ماشي. الستارز اللي موجوده دي معناها ان الانجل دي ايكوال الانجل دي ايكوال دي ايكوال دي كلهم ايكوال. فهمتوا الستارز دي يعني؟ الستارز ديت معناها ان الانجل دي ايكوال دي ايكوال دي ايكوال دي وكلهم كام؟ 44. يعني دي 44 دي 44 دي 44 دي 44. هنا السؤال بيقول هل سي اي اند سي بي سي اي اند سي بي ار اون ذا سيم ستريت لاين؟ ده اللي هيحدد لما اجمع الانجلز، لما الانجلز اللي عندي لما اجيب السمشن بتاعهم طلع 180 يبقى ار اون ذا سيم ستريت لاين. طب ما طلعش 180 يبقى ار نوت اون ذا سيم ستريت لاين. خلاص؟ اوكي. اوكي. خلاص ناخد الدرس الثاني الحصة الجاية اللي هي مش بكرة بقى الأسبوع الجاي. طيب. أوكي. الدرس بتاع النهاردة مفهوم؟ الحمد لله. الحمد لله. ماشي. يلا نشوفك على خير الأسبوع القادم بإذن الله. إن شاء الله. مع السلامة.